أنا أسولفك من حقيقة يعني الواقع الصحيح. أنا شخص أشتغل وياه كنت ببيته مسؤول، شاف نسوان عندنا تنقل ماي تكضي البيوت، قال هاي شو تسوي الناس هاي النسوان؟ قلت له ماكو ماي وتروح تدور من البيوت. قال المنطقة ما بيها وجوه عشاير يعني ما يطلع عليكم أحد؟ قلت له ماكو. قال ليش؟ قلت له ماي ماكو أحد، ماكو أحد، ما حد يشوف المنطقة ويطلع ويشوف شو مثل الشارع، يشوف شو محتاج، يشوف شنو هي يعني القضايا، يشوف المشكلة تدخل بيها مثلثين ثلاثة متلاقين عندهم شيء أمور مايكم ليش؟ هسه احنا عندنا مشروع مال ماي مراجعين ايش كثر عليه أبو كاظم سنة؟ عزيز صار 4 سنين وحق وقت هاي الناس سنة يا بن ما عندنا ماي هنا. ما عندنا ماي، نروح وسوينا المعاملة وكملناها ورحنا للمحطة مال الماي وينها مش ذيش انساها بقرية عبد العود الهيج ورحنا لهاي مال الشاعورة. حسنيكم الشهر الجاي الورا الهادي وكل شيء نتيجة ماكو حج زين. حفرونا البوريات سوينا مجاري هنا هسه جواك مجاري يابا بلطونا بوري يابا سوونا غير اللي يسوي شغله يرتبها حجي غير يكملها للناس وهاي العوائل عافها ومشي. ما ادري يعني قضايا بيها رجع بيها غير قضايا، احنا على الله وعلى الناس الخيرين اللي يشوف قضيته وينظر بيها. عمي بالعباس وهو يتبرى من العباس يعني بالضيم تعباني، قلت لك مثل اقول لك مسؤول تعال لنا يقول لك ها شوي باكر الاسبوع الجاي، لا ماكو والله قلت وماكو تنفيذ، تنفيذ ماكو حجي بس حجي يعني تنفيذ بس حجي بس اعلام حجي ماكو الله شاهد. احنا قبل لا تريد لك شغله يجي يجيك لبيتك المسعود يدق عليك الباب يقول لك شايل شو المعتاد يابا اريد فلان شيء يصير شغل، هسه ماكو كله ضحك ما ادري شنو ما ادري تخدير. وليش هسه احنا انت ليش هسه طالع بالقناه لويش؟ مو عندكم معلومات حجي يعني معلومات؟ رحمة الله على والديك منطقة تعبانة وإحنا بضيهم نشتكي عند الله وعند الخيرين بل كده ينظرون بقضيتنا وهذا هاي البيوت وهاي البيوت شوفوا وهاي تعبانة من دربونا وتطلع من دربونا. المنطقة هاي الحسينية منطقة الحسينية تابعة إلى قضاء الزوراء المعامل سابقا، هاي المنطقة من تاريخ المنطقة لليوم هي ماكو لا خدمات لا أبد كل شيء ماكو. مستشفى صار له شقد تقدر تروح تشوف المستشفى صار له سنين ماكو. المخدرات منتشرة بكثرة حدث ولا هاي شوف واقع هذا شوف الواقع مال المنطقة، لا تبليغ لا مدارس لا تعليم لا مي لا كهرباء ما يعني كل الخدمات ما موجودة. أنا أقول لك مركز شرطة تدري مركز شرطة مالنا وين؟ وين مركز شرطة؟ المركز الشرطة بحي النصر، أكو مركز شرطة بحي النصر ومنطقة بالحسينية؟ كم كيلو من النار اللي جاي؟ يصير ها؟ أكو يصير معقولة؟ أكو إيش تاريخ العالم كله أكو إيش مركز منطقة بصفعة ومركز شرطة بصفعة؟ خلوا يصير مشكلة هنا. عشارية غيره تروح تتكتل العرب وتروح تجي وما حد كل من كل الخدمات يعني نص صفر ماكو أبد كل شيء ماكو فماكو شيء يعني تقول يعني للحياة مثل ما تقول ما يعني ناس هنا عايشة بقدرة قادر. أنا أقول لك شو وقت يجونها المسؤولين والدولة تهتم بها بالانتخابات فقط يوم شهر الانتخابات تجي تشوف المسؤولين ما شاء الله كل المسؤولين يجون بهالمنطقة ساعات وأيام الانتخابات والله خارج الانتخابات لا ماكو ما حد يجيك ولا حد يمر بيك ولا حد يعرفك يعني ما شو تقول منسية والله ما أعرف شو تقول يعني شوفك هنا بس هي معالم للحياة ما موجودة. هذا أبسط شيء تبليه هسه لو جاي أنت قبل شهر من كان مطر هسه زيادنا بوقت الشمس كان شفت المأساة اللي صارت. اكو واحد يسوي مجاري سطحية بالشتاء بالشتاء يعني وهي تمطر وهم قلنا ما يخالف وين عافوا في مال لا في مال لا بعد ما نعرف شو وقت يجونا الشتاء الجاي وراه. واهم مشكلة خطيرة بالمنطقة جاي نعاني من اهمها
يا اخي اكو ناس معروفة تبيع مخدرات وتتعاطي المخدرات، دولة تبل الامن الوطني وين شغلك؟ من غير نفتي انت المسؤول بالمنطقة وين؟ كلهم مشخصين، واتحدى واحد من الموجودين ما يعرفونهم، فلان وفلان اللي جاي يوزع. ليش وقت انت شنو دورك انت المسؤول؟ شنو دورك غير دورك لو لا؟ يعني هسه نتخوف على ولدنا، على اطفالنا، على وضعيتنا، على شغلنا. والله بالنسبة للمنطقة هي بصورة عامة يعني مو صورة خاصة، يعني حقيقية يعني فاشلة وبائسة، يعني المنطقة بائسة. أولا المجاري لا يوجد، مي لا يوجد، كهرباء لا يوجد، يعني حالة الصحية تعبانة، النفايات وين ما تروح، بلدية لا توصل، يعني شبه المنسية يعني. يعني من ذاك العهد لهذا العهد ما أي تقدم، أي حضارة ما بيها، يعني حياتها فاشلة، يعني حرامات يعني حتى نعيش عليها للقاع، لا بيها خدمات ولا الدولة معتنية بينا ولا مسؤول اجى وقال خلينا نشوف الوضعية بالنسبة لهاي المناطق، مرات بشتاء ومرات بصيف، مرات بتعب، مرات بجوع، ضحيت انطيت، ماكو هذا الشيء، ما موجود. يعني احنا نعاني من كل الاكتار، من كل الصفحات. فش يعني انا لله وانا اليه راجعون، دولة ما معتنية بالشعب، دولة ما معتنية بالمواطن، دولة نايمة على 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 مخادريش، وعارف الناس هاي كاتلها القهر والظلم والجوع والمعاسي. ولا شوف الوضعية انت الموجودة هاد، يعني لا طفلنا مرتاح ولا كبيرنا مرتاح ولا صغيرنا مرتاح، وراح نمر هسه بهاي المعاسي مالت الصيف، مي الشلع ما موجود الا نروح نشتري او نأجر سيارات ونقلد باب مي خاطر نحضرها لبيوتنا، يعني من كل الجهات. يعني شنو شنو نقول، شنو نوصف؟ معاناة المعامل الحسينية كاملة، نفايات وأفصاخ ومتاعب وقهر ومن كل الجهات، حتى المدارس اللي احنا نخلي بها أطفالنا ما موجودة. يعني شو بدنا نقول؟ شو بدنا نوصف؟ تعبنا من الوصف، تعبنا من الطلايب، تعبنا من المظاهرات، تعبنا من الطلايب ويا الدولة، والدولة ما تلبي فتشي، دولة تعبانة وناسية المنطقة هاي، يعني ناسيتها شبه كامل. فعل وعمل لا يوجد بها، لا يوجد نهائيا ما يوجد بها. انا صار الان بالنسبه اكثر من 10 سنين اعاني من نفس المشكله، يعني هسه راح يمر الصيف اجر سياره وانقل مي لعائلتي، ما يوجد المي، ما يوجد المي نهائيا، مو بس انا، مو بس بشارعنا ولا بس لا بكل الاطراف، معاناتها صعبه. وانت شوف هسه الوضعيه، شوف النفايات، شوف الاوساخ، وشوف قضية البق، وشوف المقاع اللي موجودة، هاي أبسط الأمراض الطاعون وغيره ما يمرون علينا، وحتى الصحة ما تمر وتنشد. شنو عيشتنا معاناة، يعني شلون واحد مسجون بس وين يروح؟ يعني المين ينطي وجهه؟ وين يتجه؟ بيا منطقة أو أي مكان اللي يروح له خاطر يلقى ترفيه أو يلقى حالة رفاهية وشي يناسب، وعنده إمكانية ويبني، أو عنده إمكانية ويغير حياته. احنا ناس طبقة فقيرة، ناس طبقة ضعيفة، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة صعبة، يا الله مو ينبني هذا. فالدولة شغلتها شبه تعبانة، يعني أصلا هاي التشكيلات الحكومات كل اللي مرن بيها ما شفت وفد إجا أو زائر إجا أو محافظ إجا أو مسؤول منطقة وقال خلينا نلتقي بهاي الناس الكبار أو الناس هاي الموجودة، شوف معاناتها شنو، شنو اللي يردونه، انطوا ضحايا. بالنسبة لي هسه عندي 2 ضحايا، شنو الفائدة؟ فائدة شنو؟ شنو الفائدة؟ ماكو أي فائدة، يعني هيك يعني شبه اللي راحوا بالشارع. مو بس أنا، كل الناس هاي تعاني هذا الموضوع. ماكو بديل. احنا نريد بديل، إذا اكو دولة نريد بديل. نريد مي، ونريد كهرباء، ونريد شارع، ونريد خدمة، ونريد بلدية، ونريد عشاء أرامها، ونريد اطفالنا هاي الظاله بدون مدارس يتعنى يلي اجر له سياره يولدي ابنه بالروضه، لا من كل الحالات. احنا نشكر هذه الاذاعه اللي اجت لهاي المنطقه اللي هي شبه منكوبه، وحتى تنقل معاناتنا الى المسؤولين. هذه المنطقه تعاني، ماكو شيء موجود بها، بس موجود بها بشر وبيوت، اما اي خدمات ماكو. عندك الماي بالصيف يعني هو بين يوم المي هنا راشن يوم يوم ويوم، نهائيا بالصيف ماكو. قدمنا اكثر من مره ومرتين وثلاثه، وراحوا الاخوه هنا ابو كاظم وابو عدنان وراجع وصار سنه، ورحنا لفلان ورحنا ما وصلنا النتيجه. هاي وحده من المعاناه. اثنين
جاي يصير عندنا مشكلة وهي دخيلة على هذا المجتمع. هنا كلها بلد عشائر وناس وطيبين، جاي تنباق الوايرات مال السحب. هسه ناخذك نفرك على الوايرات مال السحب تنباق وتنوخذ. زين، رحنا ناشدنا السيد قيم مقام اللي هو السيد كاظم المحمودي الله يحفظه. السيد استجاب، بس السيد ما عنده قوة، قال هاي شغلة داخلية. رحنا لمركز الشرطة يقول لك لازم تسوي دعوة باسمك. زين، انا مو بانا يعني وايرات مال 100 بيت. زين، مصلحة عامة. رحنا لابو الاستخبارات يقول لك تعرفهم؟ يابا ما نعرفهم احنا، باللي جاي تنقص الوايرات. والعام ضلينا اخير شيء سيد كاظم اتصل لنا بالمسؤول على المنطقة اللي هو رائد بالجيش العراقي، من كان الجيش العراقي موجود ضمن هاي المنطقة قاطع مالته. ورحنا لعامر السرية وعلى انه يطلع ويانا ويصور الحادث. جابوا الاستخبارات قال احنا شغلتنا هنا بس ارهاب. يا بلعت هذا شنو مرهاب؟ لما واحد عنده مريض عمره 60 70 سنة ويجي واحد يقص الواير منه، ذاك يفجر قنبلة وهذا يقطع الكهرباء عنه. هاي مشكلتين الثلاثة عدا سيد كاظم المحمود اللي هو مدير الناحية يجي يوصل هاي المنطقة وإذا نشدوه أو خابروه يستجيب لهم أي مسؤول. لا المحافظ خو ما نسمع بيه، المحافظ نسمع بيه ما شفناه نهائيا، ما فد يوم من الأيام إجى لهاي المنطقة وقال السلام عليكم. وفي حين أكو مناطق بالمعامل يوصلها ويزورها ما نعرف إحنا ليه. إحنا هاي منطقتنا صايرة بنهاية الحسينية، يعني أنت هسه تطلع منا وترد منا وتروح منا هاي ربع ساعة ما تخلصها. وتقدر حضرتك تصور وتشوف المعاناة الباقية، وثلاث أرباع هاي المنطقة اللي ساكنينها هم تحت الصفر، حتى رعاية ما عندهم، حتى رعاية ما عندهم. زين لو لا هسه هاي الشباب اللي يمك سئله قال له ايش عندك رعاية؟ أبو عباس عندك رعاية؟ زين لو لا يعني هو قاعد ورعاية ما عنده. فقلت لك ما بيها شيء المنطقة هاي، بيها أنا أقول لك بس ناس وبيوت، ما بيها أي خدمات. زين، والمحاولة أخو ماذا أعطلت إلا بالدعاء الله تجيني. الشارع احنا هسه المنطقه مالنا شغله، هذا شارعنا بالنسبه له. الماي احنا سحبناه على حسابنا، الكهرباء اشتريناها على حسابنا، تبليط ماكو، حفره ومجاري للمنطقه كلها وعافونا احنا. زين، اللي يتمرض يحتار بامره، بالصيف دناكر خاصه هذا الشارع دناكر، ماي ماكو لان حافرين هيك بوري طبيعي يعني مش لون ما كان. ما عندنا اي شيء هنا بالنسبه للشارع، اذا بيكم خير وبيكم رحمه سووا لنا شارعنا، ليش البوار مكومينها وعايفيننا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هاي المنطقة هي أزيد منطقة اللي اطت شهداء، شهداء اطت بيها، منطقة منكوبة معدومة من الخدمات، لا كهرباء لا مي لا تبليط لا مجاري. وبوقت الانتخابات نشوفهم، تقضي الانتخابات اصلا ما نشوفهم بعد ما يمر، وتشوف المعاناة. هاي شوف هاي مقلح، هذا هاي جهار راحت البق وتدري الحشرات، يعني معدومة اصلا لا خدمات، كل النواحي ما مستشفى صار له سنين ماكو. ومنطقة مظلومة هي، حتى تشوفها منطقة يوقع
يتخربط مثل ما يوصل للمدينة الصدر بالطريق يتوفى، ماكو لا علاج لا مستشفى شوادر، يعني مسافة بعيدة نص الطريق ما يلحقون عليه يتوفى. هاي معانا ماكو لا مستشفى ولا مستوصف، كم سنة 14 سنة من الصغور بال 2003 لحد الآن لا مستوصف لا مستشفى بنا، كل شيء ماكو الله وكيل. ويا أكبر منطقة هي هاي المظلومة. طبعاً إحنا أهالي منطقة المعامل الحسينية، منطقة لا هي قرية ولا هي مدينة، القرى واحد لا هي قرية محسوبة قرية قرى وزراعة وش اسمه، ولا هي مدينة محسوبة على المدن بغداد، وبالإضافة إنه أطراف بغداد لا محسوبة على ديالة وعلى المدن، إحنا نقول ديالة نطالب محافظة ديالة، ولا محسوبة على بغداد ونطالب محافظة بغداد. زين الطابو بغداد والخدمات، الطابو ديالة العفو والخدمات بغداد، يعني بين حانا وما نصرنا. طبعا هم اشتغلوا الناس اشتغلت وسووا يعني حفروا مجاري وحفروا وسووا واشتغلوا، بس اكو موضوع يسمونه الناهب الواهب، ينهب ويوهب. بالاضافه الى الرعايه الاجتماعيه ها معقده الفساد. زين املاك بانيه وقصور وعندهم رعايه اجتماعيه ها، ومجدمه يعطونا رعايه اجتماعيه مو. فاحنا نريد نوضح حد للناس التعبانه، بالاضافه الى التيار الكهربائي صفر، بالاضافه الى يعني الخدمات البنيه التحتيه صفر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عند حديث قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طبعا احنا عتبنا نوجهه للمسؤول بالمنطقه اولا، ثانيا المسؤول القضاء، ثالثا مسؤول المحافظه. يجب على كل مسؤول في هذه المناصب الاداريه ان يلتفت التفاته لكل المناطق بالمساواه بالعداله بالاهميه. اكو مناطق متضرره جدا حقيقه، عندنا مناطق للمعامل خصوصا منطقه الحسينيه، وبالذات الشوارع الاطراف يعني من عندها شارع البشنان شارع الفهد الشوارع الاخيره المناطق العشوائيات اللي ساكنه الناس. طبعا هاي الناس كلها فقيره وكلها معدمه، حياتها بسيطه، تحتاج خدمات، تحتاج كهرباء، تحتاج مي. بالنسبه لمناطقنا هسه الموجوده هاي حاليا كهرباء ضعيفه، مي بس بالمناسبه، والا بالمناشدات ورا اسبوعين يلا احتمال لو يضخونه حقيقه يفتقرون. نقل مثلا المي بالدناكر، ينقطع المي والناس تعاني والناشط، ونخابر المسؤول يدز دنكر، والدنكر مخصوص لاعداد من الناس، ويجيكوا كانه جاي معنون بعنوان، ما يجي لعامه الناس. ناس شوارعها تعبانه، مجاريها تعبانه، فتحوا الشوارع وخلوا بوريات وفي مال لا. من المسؤول عن هذا الحكي؟ قيم مقام عندنا موجود، المفروض يتابع المنطقة، يجي للأحياء الفقيرة البسيطة. كان الإمام سلام الله عليه كان ما يجي للزنقين يسأل الزنقين عن حالته ولا يساعد الزنقين، يجي للفقير للمحتاج للمعدم اللي ما عنده قوت يومه، المفروض يسألون عليه. ما يصير احنا مثلا نبقى معاناتنا، يجي مسؤول ويروح مسؤول ويجي مسؤول وشكو واحد يجي صدقني عندي وعد بازيد الهلالي وبس انا وبس، وبالنتيجه ما هاي سنين تمر وايام واحنا على حطه، كل نتيجه مقالع ومجاري محولين هالمقالع، وكهرباء جبناها بفلوسنا محوله ذيك اياها قبل سنه جبناها مليونين دينار. انا نفس شخصيا محافظ بغداد ومجلس محافظه ودائره مدينه الصدر وبحي النصر، او جبناها انا والناس صدق ثق بالله وندفع من جوابنا، والا تجيبون وصولات مال الميزانيه هاي مال العداد، وسوينا العداد وانطينا الفلوس جبايه ويلا جابوا المحوله، واذا عطلت محوله احنا مسؤول عنها. هاي الكهرباء، المي كذلك يعني فتره وفتره قلت لك بين اسبوع اسبوعين ينقطع وما حد يسال عليه الا متابعه. اضافه من الشارع الامطار، هاي امطار والله العظيم طين، يعني طلابنا انا في يوم طلعت للدوام طفله بنيه عمرها 14 سنه 15 سنه وقعت بالشارع قدامي، حرت اشيلها بالطين ناقعه بالدربونه هاي قدامنا، شو اسوي لها؟ ليش دوله وقوامها
والنفط اليوم ب 83 دولار النفط، واحنا بلد النفط ما يفضل ما يبين. قبل يومين ثلاثه بالسعوديه والله وبالله الدوخ بس بشوارعها، بس بشوارعها الدوخ. اقول ليش ما احنا جماعتنا المسؤولين يباعون دول الجوار، دول عربيه يشوفون حالهم، يعني يشوف وضعهم، ليش احنا ما يصير حالنا حالهم؟ فيا اخي دوله او حكومه، بالذات ما نقول دوله، الدوله مقامه ان شاء الله، لكن الحكومات المتعاقبه حقيقه ما شفنا من عندها شيء ابدا. وناس تعبانه وعايشه على قوت يومها. عمي المعاناه اللي عندنا صفر. عندنا مسؤول وعندنا مدير ناحيه، كل شيء ماكو، يجي منا براتير ومن السيله قالك يمي، ما راح طبعا اجيب اسمه، هو بالشارع منا سوى المجاري ذيك، خرب الشارع مش سوى المجاري وخرب الشوارع، هاي المنطقه انتهت منا. العده مريض هذا يعني انتهى بعد مات، بس شوية طين مجال. عندنا هذا المستشفى حجينا بوا عليه فدوى، هذا المستشفى ايش قد صار لعندنا؟ هيكل متوقف، متوقف ماكو عمل، هل شي جول يعني بس يجي اجا ظاهرية وكل شي ماكو. هاي وحدة. اذا عندك مريض من وين؟ المستشفى القادسية، صلوات عليه، الابرة ب 85 الف مال القادسية، الابرة ب 85 الف للصيدلية البرة، طبعا هاي نسبة. هاي واحدة، هاي والدتها انا صار بيها، يعني الابرة ناخذها ب 85 الف. زين ما عنده منين يجيب؟ يناشد من؟ كهرباء صاحب السوق. اجانا شياع السوداني قال الحصة والضيم وش اسمه كله يجيكم، اكو شيء عمي؟ والله كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، كل شيء ماكو، منطقة تعبانة رسمي. امام الله سلم، لا سلون انا هيجي، انا حالي من حالي. ها عيني راتب رعاية ماكو، باسمك سيارة انقطع الراتب. هاي واحدة. وشوف بعينك هاي النفايات داير حبل، النفايات مالتنا ويا عندكم هسه هنا تاجر كلها دوارات لقص كل هاي القواطي، شايف هاي القواطي مال بيبسي ابطاله مال مي، هسه عف التايرات وقف الشغل، قعدنا جمدنا. زين شو نسوي بهاي الحاله؟ سلم المل الروح، ناس كلها فقره وكلها تعبانه، والعباس اللي جداوه هم ماكو بعد، بنتوقف بالتقاطع هم يجونك، تعال انت جاي تسوي تخلي لك بسطيه نفس الشيء، تخلي ابنك يبيع مي هم نفس الشيء يكظونه، يعني ايش راح تسوي انت بهاي الحاله؟ عم هسه احنا ما نريد كل شيء، خلي يسوون الشارع مالتنا وميه وكهرباء، وهاي شوف الوايرات لو انحتم هناك كله، الاخوي وابن عمي وابن خالتي وهاي بعد شنو؟ اللي تريده مني انا شنو؟ ادعم الدولاني؟ رجال عنده ستوته والله، ستوته ذيش عاطله، تطلع الصبح تجي دفع. وين الطوجوهنا؟ وين الطوجوهنا؟ بس قل لي وين الطوجوهنا؟ يا دوله استقبلنا نروح. الجنسيه؟ جنسيه عراقيه ما اريدها. عاشه ماسي. هاي شوف الوساخة، الزبايل، هاي من المقالع، تكرم حتى جريديه، ما مرتاحين، كهرباء ماكو، لا تبليط، لا مي. انا بالنسبه لي حاجيك ايجار بالشهر 100 الف، يعني شهرين هسه انا ما دافع، اي شغل ماكو، شغلت كلش تعبان، منطقتنا تعبانه، نعاني من كل شيء، يعني حتى مستشفى ماكو. زين يعني تصور اذا طفل يتمرض بالليل تحتار بيه، يعني بالليل اذا صعب اثنتين تحتار بيه، اي مستشفى ماكو، حيل متاذي. يعني احنا نطالب يكون من الدوله تجي تنتبه علينا، على شوارعنا، على بيوتنا، على اطفالنا، مدارس ماكو، لان الحاله كلش تعبانه هنا، كلنا شغل ماكو، حيل متاذي. زين هاك باع الوساخ، باع البق، باع هاي، يعني تصور البق ما نام منه. زين اذينا اريد من الدوله بكت تجي تساعدنا، تباوع على حالتنا، على حالتنا التعبان، لان احنا الدوله هاي غير احنا انتخبناها لو لا، كل فايده ماكو. زين عاني حيل عاني. زين هاي باع الوساخ، انتبه باع، هذا هاي باع انتبه هناك، على الحيوانات هاي اشكال الغير اريفه مثل جريذي، يعني تلقى هذا ببريص بعيرصي جوه، يعني حيوانات غريبه تجي علينا، بيوتنا تعبانه كلش، يعني كلش لا كهرباء
مي ماكو، كله جاي نعاني. زين شغل ماكو، تعبان شباب هاي كيله قاعده الله وكيله. زين يعني تصور عماله واسطات، هاي العماله جاي نشتغل بها واسطات، الا يعرفك يلا يطلعك. زين تعبنا كلش تعبنا بعد على الله وعلى الدوله. زين الله وكيلك، حساني صار شهرين ما دافع راتب مال البيت. هسه هذا تشوفه واخره بابا، هذا زلق بالمقلع بس يجي على الطوبه وطاح بنص المي، شرب ماي، ارفع راسك، شرب ماي، صارت وين الاكياس؟ على الكبد، على الكبد والامعاء، فتحوه هنا، سووا له العمليه، ارجع ورا، سووا له العمليه، طلعوا من عنده الاكياس، قالوا يقوم ما يشوف، يقوم ما يشوف، هل سوى النظر مالته؟ يعني النظر مالته تعبان حيل، وبعد عنده اكياس هنا. زين تناشد من هسه؟ تناشد الصحه. من تروح المستشفى؟ المستشفى ما يساعدك. يعني يعطيك المغذي والابره، هاي طبعا الابره ما نريد نجيب طاريه. يطلعك وين؟ يعطيك هاي الراشيت وين؟ برا على الصيدليه البرا. البرا بيش هاي الابره مالته؟ اقل شيء اقل ابره ب 75، تاخذها ب 75 الصبح، المغرب بيش تصير ب 85، هاي ام ال 50. وبراها طبعا هو الدكتور يقول لا اضرب ابره تاثر علي من على الرئه، الا اعطي للقلب على الكليه. يعني شوف ايش قد الاضرار. بسبب من؟ بسبب هاي المجاره، هاي المي والنظافه، ماكو عندنا معدوم هاي النظافه نهائيا. يعني هم يسحبون ماي السوق يجون هنا يشمرون يمنا. قل له ليش؟ قال لك انا بفلان جهه. ما طبعا ما تقدر تحكيها، يقول لك انا بفلان جهه. عمي شيلوا هذا الماي، ادفنوه، سووا لنا شاره. بالليل ما ننام ريحه، اجانا الصيف، احنا الصيف طبعا نكرها حيل، هو للفقير بس احنا نضوج من عنده. الريحه مالته مو طبيعيه، يعني هسه من نطلب للبيت اخذك وياي تشوفه انت بنفسيتك، شم الريحه لازم تطلع، لازم احنا 24 ساعه بخور وش اسمه، زين البخور منين تجيبه اذا ما عندك؟ انت يوميتك اذا تريد تطلع لك 7000 دينار، عود ايش قوه 7000. خوش انا كنت احرق تايرات، ماكو شغل، نحرق تاير نطلع السيم مالته عود نروح نبيعه.
وهاي الجهاله اللي شوفها تبعه، وهاي النفايات اللي عندنا ماكلتنا اكيد. كبيله كل عباس، هاي النفايات دمرتنا الدمر ولا ماثق. حتى امراض تسبب يعني باو هسه بصف البيت، هذا البيت يعني النفايات، هذيش النفايات ما نقدر نعمل زين. وشوف هسه كلها وين تقعد؟ هنا ماكو مكان، لا نفايات مشيوله، الزبل هذا مشمور، يعني مدمرين الدمر، يعني متحاصرين من اربع محاور متحاصرين. هذا واحد، وبرا البيوت مالتنا اكبر من هذا، جاي المنطقه من هناك يدفنونا من النفايات، يجي علينا الماء. لا مي، لا كهرباء، لا نظافه، لا مستشفى، شاهد الله يقول لك كذاب كذاب، وما حد جانا شليع. اللي انتم هسه يمكن صار تقريبا سنتين اجيتوا انتم هسه، الله وكيلك لا جانا نائب ولا عضو ولا شيء، بس بالانتخابات احنا بخدمنا لك وصار، ولا منحه ولا امطار. اللي يعرفوني ينطوني، ما يعرفونه ما ينطوني. تسمع شلون يكون هسه المره ما تصور هاي اللي قدامك، هاي النفايات هسه، هاي البق اللي عندنا، وكل شيء ما محصلين، ما مستفادين شيء، يعني كل شيء ما مستفادين بالنسبه لنا. بس مبارك الحمد لله والشكر، عندنا عدد هالقد وبرلمان هالقد والقبض كل شيء ماكو. خاف احد يقول لك وجانك بالكلام، الله وكيلك ومحمد كفيلك، كل شيء ماكو. ونحمد الله والشكر اللي عرفتنا بكم هسه، واللي جيتونا انتم ما حد جي. الباويه، الحسينيه، شاعوري، بارك امي، ذولا منكوبين شلع شلع، لا واصلنا واحد، لا راتب، بارك امي، لا ميه، كهرباء نص بنص. سمعني شلون؟ كهرباء نص بنص، نظافه ماكو. بالله الكريم كل شيء ماكو، هسه شوف عنك. بس شوف 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 الشارع مالك بعد، الشارع بربك، هذا الشارع بربك بالصيف. ومستشفى لا تنسى. الميت قبل يصل بويا مات، مات رسمي كفيلك الله. ما يصل، نزل ثلاث ارباع ساعة وازدحام مات، انتهى رسمي. زين شو كنت شو المستشفى قدامك؟ وشوف راح من امك وابوك انت. بس هيك بعينك. فين نطلب من الله منكم يعني وصلون صوتنا فكرتنا توصل للعالم. خلي يوصلونا مثل من ناحيه التبليط، من ناحيه النظافه، المي، مالك المستشفى خلي شوي يرمى علينا، ملينا كافي. تروح المضمد وطقك 10000 ارجع لباشر، ما يقول لك ان شاء الله ما شافات. ثاني مثل ما عاد شلون؟ يعني انا يوميتي 20000 25000 15 العائله و10 مضمد اظل كشمر، وثاني ما طلعت ظلت تجدي. لا حد كنا فلان سلب وفلان كتل، حقه شابه حقه من عمي ماكو. اللي يقول لك عنده شغل قلت له كذاب، يجوز بالمية خمسة بالمية ستة عايشة. يعني انا اقول لك 17 نفر يشتغل عندهم بس واحد، واذا تمرض الله اطلب الله، الله وكيلك. والحصه تعرف انت بعد، اللي شكر ب 1000 ويمكن وربع، والدين ب 3000 دينار. زين ما عاد شلون يا ابن عمي؟ يعني هو المسؤول ينتبه علينا ويشوف، يشوف هو نفسه شلون مرتاح، شلون عايش، واحنا نشوف شلون عايشين. زين هم غير جونا عون انه رجعوا عونونا وانتخبناهم احنا مثل ما انتخبناهم، وهم هم انتبهونا. زين وقت الانتخابات يجي مش محتاجين، راح نبطلكم، راح نسوي لكم ان شاء الله، ننتخبهم ورا الانتخابات بعد ما نشوفه. مستشفى ها صار ايش قد هذا المستشفى؟ ايش قد هذا صار ايش قد؟ تقريبا راح يصير 15 سنه 16 سنه. زين نفس الشيء يصلحون به شويه وراحوا يجيبون اتراك ياخذون فتره وشردوا وتعبانين. يعني لو مستشفى القادسيه نروح له، لو مستشفى الشوادر، يعني بين ما نوصل المريض ميت منتهي، فتعبنا ناجدونا. يعني ذول من البرلمان رشحناهم، رحنا على الله عليهم. زين الامور كلش تعبت حيل، امورنا تعبانه، لا راتب، الله وكيلك، يعني تفطر بالصبح شو تريق وش تتغدى، شغل ماكو والله. زين انا هسه واقف علي ابو الايجار، الله وكيلك، ما عندي جاي ادفع له، الله وكيلك. هاي صار يوميه يدق الباب علي، ما منين اجيب؟ عماله هي صارت واسطات. زين من كل ناحيه تعبانين، من كل ناحيه تعبانين، فاكيل العالم تعبانه. اذا مطرت الدنيا ما تقدر تطب، ما تقدر تطلع. وجانا مسؤول هنا بالمطره، جاب له هاي الصاروخيه وطبق هنا، قال صديق كذب، وجا ونقيب اشر على معمل بغداد، قال راح نجيب لكم قرده ونسوي هنا وادفن لكم هاي واسوي. لا اجا ولا شفتك ما شفته بعد، ارجع لورا. زين شفتك ما شفته، بس تجيك سارات وطلعت. ابو علي ولا ما تجيب اسمه، ما تجيب اسمه، ما تجيب اسمه، اسمه وهذا هو رقمه، دق عليه ما جابك، وقاسمه بالقران يا بن
ما نقدر نحكي. لا ما لنا شغله بالاسماء هاي، ما لنا علاقه بها. بس احنا كان منطقتنا تعبانه. هاي وحده. وحزب الدعوه فتح تعيين بال 2014 17/6، خلينا نحكي هاي المعاناه، احنا مفصولين. اخذونا منا ساحه النصور. تعيننا بال 2014. ارجع. سمونا جماعه الجنسيه باللواء العسكري فوج الثاني. لواء 17 سامرة. خلصنا الواجبات وهاي تال اخر شيء قالوا يلا روحوا ودش المستمسكات كلها عد. يا بليش قالوا انتم على الدخل السريع. رحنا الدخل السريع قالوا تروحون لل شو اسمه هاي البدوره الاسكان مال العوده. هم رحنا قالوا روحوا للبيجي. البيجي وين ودانا؟ الدعم اللوجستي. دعم اللوجستي وين ودانا؟ ساحه النسور. هم قابلنا كلها رتبوا يعني ماكو هيك. قالوا ايه انتم مو علينا لازم نوديكم القياده اللي منصب الشهيد. ورحنا القياده سووا امر دار ورافعين ايدينا ووصلنا كل الوفات ووصلنا. يا اهل يقرا ويكتب مو خصت الحاجه؟ يا اهل يقرا ويكتب. انا ما اقرا واكتب. تخلصت عليه ال 2014 كله لل 17/9 انتهى شو اسمه قال لك لفت شوالاتك وروح. ماكو فد شيء يعني نشوفه شيء ملموس ويجي المسؤول ويقول يابا هذا اللي انا سويته. يعني يسوون وتبقى عوازه. هذا احنا بالنسبه لنا ترى هذا شارع طوله 120 متر. هذه ساحبين صوندات ماكو بوري من 2012 صونده، والصونده يمتى يقبط البوري مي ويوصل للبيت. فهاي معاناتنا. اضافه مدارسنا تعبانه، مدرسه اذا يحلونها ما تنبني اكثر من سنه سنتين ما تنبني. مدرسه بيها ثلاث دوامات طفل. هاي كلها ترى صدقنا الاطفال كلها لا تقرا ولا تكتب، بالرابع وبالخامس ما يقرا ويكتب. وعدنا واختبرهم موجودين ثلاث دوامات ثلاث ساعات بين المعلم يجي من العبيدي ويجي من الكمالي ويجي من بغلاجيدي ومن الامين يجي للمعامل الحسينيه يدرس يمتى يوصل ويمتى يروح. مو وضعيه. ليش ماكو ساحات؟ اكو ساحات وعندنا اراضي موجوده وخلي يبنون بها مدارس. ليش يحاولون للمدرسه المبنيه ومقامه؟ ها عندنا مدرسه اليقظه، عندنا السنان، عندنا مدرسه القرنه بالكرامه، عندنا مدرسه الشط العرب، عندنا مدرسه الرتاج الوهج العفو بالسعاده. هذني كل مدارس تعبانه. هل كانت ثلاث دوام بيه بنات وولد واطفال ابتدائيه؟ شنو مو وضعيه. كوادرنا كلها نقص صدقني. كوادر اروح اصير رابع اعدادي هنا رابع اعدادي علمي يجيبون له محاضرين. شلون تبني اساس انت؟ يعني محاضر يدرس علمي بالرابع اعدادي وصار هم تقريبا فصل كامل ما ماخذين لهم اربع ورقات لا فيزياء وكيمياء واحياء ورياضيات وانجليزي. والله ما كوادر ماكو. معاناتنا تعبانه، المنطقه كلها تعبانه، لا كهرباء لا مي، كل شيء ماكو. يعني المنطقه تعبانه لا تبليط. يجي بسيارته المظلل باوع ونزل الجام مالته عفو طلع قبل. كل شيء ماكو. وهاي شوف هاي تكرم هاي رخيصه هاي كلها تسوي امراض هاي على الاطفال. كلام الله ما ننام بالليل. بالليل ما ننام دوم من الريحه. كل شيء ماكو. لا كهرباء، لا مي، لا تبليط، كل شيء ماكو. منطقة تعبانة رسمياً، كل شيء ماكو. لا كهرباء، لا مي، لا كل شيء ماكو. يعني منطقتنا تعبانة كلش، منطقة المعامل الحسينية. كلش تعبانة. كلش تعبانة. كهرباء ماكو. رسمي كهرباء ماكو. سحب ماكو. مي ماكو. بور شوي شوي قطر. الله وكيلك. تبليط ماكو. وهاي الزباين شوف. هاي الزباين وكلام الله بالليل ما ننام. بالليل ما ننام ابد من الريحه تسوي امراض. ها؟ كل شيء ماكو. منطقه نحن منطقتنا تعبانه كلش. رسم تعبانه منطقه الحسينيه. كل شيء ماكو. تعبانه كلش. وهذا يعيش باي الزباله حبيبي؟ ماكو واحد يعيش هيك. ولا حد يوصلنا، ماكو ابد نهائيا. لا مسؤول يوصل ولا اي انسان يوصلنا نهائيا. احنا معدومين. حال الضيم. هو شو تبليط؟ بس خلي خلصنا من هاي الخياس هاي الزباله. حال الضيم حبيبي. خلي تشوف انت هاي الوساخه والضيم ولا حتى الامراض هاي تنقلها. امراض تسوي؟ اي والله امراض. وياكم مسؤول؟ وينكم مسؤول؟ يا اهل يجينا ويا وصلنا. ما حد يوصل حبيبي. وانت هلا تشوف عينك بعد هاي. كلها ضيم وضيم.